توج المغرب بلقبي الرجال والسيدات في البطولة الإفريقية في البريك دانس، وضمن بذلك مقعدين في الألعاب الأولمبية باريس 2024. الرجال احتل ممثل المغرب المركزين الأول والثاني في هذه المسابقة التي تواصلت على مدى يومين، فيما احتلت الجزائر المركز الأخير. وبالنسبة للسيدات احتل المغرب المركز الأول متقدما على التوالي على جنوب إفريقيا والجزائر. بفضل هذا الأداء الجيد فاز المغرب بالمقعدين الإفريقيين في الألعاب الأولمبية اللذين تم تخصيصهما للفائزين أو للفائزين في كل فئة. المملكة المغربية والقارة الإفريقية كيعيشوا واحد الحدث تاريخي اليوم، تنظيم أول بطولة إفريقية ديال البريك دانس، وهي مؤهلة للألعاب الأولمبية غير بحر رياضي ورياضية، وهاد جوج ديال الشبان هما اللي غيمثلوا القارة الإفريقية في الألعاب الأولمبية ديال باريس 2024. حنا كنعتبروا هذه رحلة نصر، لأن البريك دانس خلق في الشوارع في ضواحي نيويورك الأمريكية، ولكن منذ 2019 ولا في الألعاب الأولمبية، إذن من الشوارع إلى الألعاب الأولمبية.